شكلت الجزائر وكوبا الأربعاء لجنة تنسيق مشتركة لتنفيذ القرارات المتخذة خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بروموديز للجزائر نوفمبر الماضي. وناقش وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب مع وفد كوبي هام برئاسة نائب رئيس الوزراء ريكاردو كابريساس رويز الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة والمناجم الكوبي، ناقش طرق تنفيذ أعمال التعاون في مجال المحروقات والإمدادات بالمنتجات البترولية المتفق عليها خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الكوبي، فضلا عن بناء محطة للطاقة الشمسية من طرف سون الغاز الجزائرية في كوبا. أفواج عمل تقررت اليوم لوضعها ما بين الجزائر وكوبا، راح تباشر أعمالها منذ هذا المساء لوضع خارطة الطريق بين الجزائر وكوبا في إطار تطبيق قرارات السيد الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه السيد الرئيس ميغيل دياز رئيس جمهورية كوبا. وراح نباشر في من خلال هذا البرنامج في تطوير العلاقات ما بين الجزائر وكوبا في مجال المحروقات، في مجال كذلك الطاقة والطاقة الكهربائية، وكذلك في مجال المناجم.